صباح الخيرات، صباح الرضا، صباح التفاؤل. قبل ما ابتدي حلقة النهاردة عايزة اهني الشعب المصري كله، عايزة اقوله انت قد ايه شعب عظيم. عايزة اهنيه بمناسبة ثورة 30/6. الشعب المصري قدر يقول للعالم كله ان هو يقدر يعمل المعجزات لما يتحد ويبقى ايد واحدة وروح واحدة. قدرنا نكون روح واحدة وايد واحدة، راجل وست، كبير وصغير، مسلم ومسيحي، وقدرنا نقول للعالم كله احنا الشعب المصري موجود. وأحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوداته وتعبه العظيم والكبير قوي عشان يقدر يوقف مصر على رجلها في خلال 7 سنين بس. وأحب أشكر الجيش العظيم والشرطة العظيمة لحماية البلد وأمنها داخليا وخارجيا. نعم أستطيع النهاردة، عايزة أقول لكم في نعم أستطيع هنتكلم عن الحلم. الحلم هو الهدف أو الأمل اللي بتعيش عشان تحققه، تقدر تقول للعالم وتقول لنفسك نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أفعال وأقوال. ضيفة النهاردة ضيفة مميزة، هي خير مثال عن الطموح وعن الحلم اللي قدرت تحققه رغم إن هي سنها صغير جدا، عندها 20 سنة. ضيفة النهاردة مصممة الأزياء الخليجية هدير حسين. ازيك يا هدير؟ عامله ايه؟ صباح الفل. عامله ايه؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله. هدير، انت ازاي ابتديتي تبقي مصممه عبايات خليجيه؟ انا ابتديت من تحت الصفر خالص من سنتين، كنا عندي 18 سنه. انا الحلم ده والطموح ده من صغري ان انا ابقى فاشون ديزاينر على مستوى، يعني خصوصا في العبايات. ابتديت من خلال تواصل اجتماعي مع ناس اعرفهم في دبي، ناس صحابي، كلمت كذا مصمم، كلمت كذا ناس، كلمت كذا صنايعية. ابتديت قلت لهم أنا عندي أفكار، عندي تصاميم جديدة، عندي حاجات قديمة من بتبقى مثلا مدة سنة أو 2 أو 3 أو كده، ابتديت فيها أن أنا أطور منها، أديها لمسات حلوة قوي باللمسة اللي أنا عايزاها لكذا موديل، بحيث أن أنا أجدد من الموضة شوية وتبقى موضة كل سنة، تعبر موضة عن كل سنة. يعني انت بتصممي الحاجات القديمة، الموديلات القديمة، انت قادرة ان انت تجدديها، بتضيفي لمساتك وديها وديها الاستوحاء بتاعها للعام الجديد اللي احنا داخلين عليه، بحيث يبقى الموديل ده السنة يصلح ان يبقى للعام ده او السنة دي، اللي هو فاشون ديزاينر جديد قوي يبقى داخل السوق. يبقى فاشن، حاجات بتبقى مش موجوده في مصر، فاشن ديزاين جديد للموديل السنه. للموديل السنه يعني انت بتعملي حاجتين، انت بتجددي الحاجات القديمه وفي نفس الوقت انت بتصممي. بالظبط. بتستوحي بقى تصميماتك دي منين؟ بستوحاها اللي هو برسم، بحط افكاري من خلال بقى مواقع التواصل، شفت موديل حطيت اللمسات بتاعتي فيه مثلا، بيبقى كده يعني. اللي هو انا عارفه ان انت من الاقصر، بلد السحر والجمال، ايه تاثير البلد على مدينه الالف باب؟ طبعا. ايه بقى يعني البلد بتاثر عليك ازاي على تصميماتك؟ بتاثر عليا ازاي على تصميماتي؟ هو انا لما بديت في الفاشون ديزاينر العبايات من سنتين، ابتديت اني انا ما يعني انا ما حطيتش اي حاجه بتتكلم عن حضارتي في العبايات. يعني ممكن انا ارسم على موديل مثلا المعالم الاثريه اللي في بلدي في الاقصر، يعني عندنا حتشبسوت، معبد هابو، معبد الكرنك، الاقصر، متحف التحنيط، ممكن ان انا يعني ارسم اي مثلا حاجه اثريه على موديل او كده. بس الفكره اني انا دلوقتي عشان اني ما ينفعش، او شفت كوجهه نظر ويعني استشرت كتير قوي معايا في الاداره في الورشه عندي، اللي هو من خاب من استشار، يعني انا بستشير الاداره معايا والفريق العمل بتاعي. لا، انا فكرت في براند جديد هيبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه هميس ستور، هيبقى براند بيتكلم عن حضاره بلدي، هيبقى براند بيتكلم عن مش بس حضاره الاقصر، هيبقى براند بيتكلم عن حضاره مصر تما ان شاء الله، هيبقى في شغل رسم وشغل فصوص وشغل عالي ان شاء الله، عبايات استقبال ان شاء الله، شغل قفاطين كمان. شغل ايه؟ شغل قفاطين. يعني ايه قفاطين؟ القفطان. القفطان المغربي. هدخله بس يعني هدخله باللمسه المصريه، الشغل المغربي باللمسه المصريه. بلمسه مصريه. مظبوط. قولي لي يا هدير، انت بكل قد ايه بتنزلي الكولكشن بتاعك؟ كل شهرين، وما بين الشهرين دول بينزل سيل، بس بنزل طبعا اللي هو ايه بقى استفسارات للعملاء، اللي هو انتوا عايزين استفتاء، انتوا عايزين بقى السيل ولا عايزين الكوليكشن الجديد وسط الشهرين دول بالظبط. يعني فدايما بعمل سيل ما بين الشهرين لوصول الكوليكشن الجديد.
انا عارفه ان انت صاحبه براند جوليانا، ايه الفرق ما بين براند جوليانا وما بين البراند الجديد اللي انت عايزه تعمليه هميس سرور؟ إيه براند جوليانا براند بيتكلم عن العبايات الخليجي، لان العبايات الخليجي دي العبايات السمراء خصوصا، مش هتكلم عن العبايات الالوان، ضعيف جدا خط انتاجي فيها، ان انا يعني مش بتبقى عمليه اكتر، يعني كمثال العبايه السمراء. براند جوليانا بيتكلم عن العبايات السمراء فقط اللي هي تصلح للمراه العمليه في جميع اوقاتها، يعني اللي هي دلوقتي العبايه السمراء دي تصلح ان انت ممكن تحضري بيها اجتماع، تنزلي بيها، تسافري بيها، حسب الديزاين بتاعها بالظبط. كل عبايه بتبقى ليها وقت معين، بيبقى ليها مجال معين انت تدخلي لابسه العبايه فيه، فمش بتمنع دلوقتي، يعني زي مثلا حاجه الطقم الكاجوال او الاسلامي او ايا كان ايه هو. بالنسبه للبراند هميس ستور، براند هميس ستور براند بيتكلم عن حضاره بلدي، عبايات استقبال، عبايات فطين مغربيه بلمسه مصريه، هو النهج اللي انا ماشيه عليه في الخط الانتاج اللي جاي ان شاء الله، وبراند مصري. دينا، هو انت ليه اخترتي تصميم الازياء بالذات؟ هوايتي، لاقيه روحي، لاقيه نفسي فيه، لاقيه نفسي فيه. قبل ما اكون داخلاه كبزنس، داخلاه هوايتي فيه، لقيت روحي فيه، يعني لقيت هدير حسين في المجال ده. انت زي قدرتي تعملي زفيمس في المجال ده، زفيمس الجينيوس. انت زي عندك 20 سنه وقدرتي ان انت تعملي براند جوليانا، انا عارفه ان هو في ابو ظبي تقريبا. مظبوط. ازاي قدرتي توصلي للخطوه والطموح ده؟ من خلال انا عندي اصدقاء كتير هناك، طبعا عرفتهم من خلال التواصل الاجتماعي، اصدقاء يعني ناس محترمه جدا جدا، عندي بنات صحابي كتير قوي، اقترحت عليهم المشروع، قلت لهم انا عايزه ابدا براند ليا عندكم في دبي، لان دبي بلد العبايات اصلا، يعني دبي دي، فدبي دي ما شاء الله عليهم في الماتيريال والخامات، لان عندهم افضل مصممين من جميع الدول، باكستان والهند، عندهم الماتيريال بيبقى مظبوط، الماتيريال بيبقى مظبوط، عندهم الشغل اللي بيبقى انت بتحطيه في العبايه بيبقى جوده عاليه، حاجه اوريجينال. ابتديت هناك. ابتديت هناك عشان الجوده ولا عشان اصدقائك هناك اكتر؟ ابتديت هناك عشان الجوده وعشان اصدقائي اللي ساعدوني ان انا افتح الورشه وفي المكان المعين اللي انا اخترته. يعني صحابي طبعا اللي هناك افقه مني، ان هم عارفين دي بلدهم، فعارفين الاماكن اللي انا ممكن اخد فيها. وانت بالذات واخده تخصص العبايات الخليجي، فاصلها يبقى في بلاد الخليج. بالظبط كده، عشان الماتيريال والجوده والمصممين اللي معايا والفريق اللي معايا والصنايعيه والعمال ككل اجمع بتاعين الورشه يعني. تمام، انت بقى منين عرفتي ان انت تصميم العبايات الخليجي؟ ليه ما حبيتيش ان انت تنزليه مصر؟ يعني التصميمات بتاعتك. ما حبيتش انزلها مصر عشان موديلات متنوعه. لو نزلت السوق المصري، في صور دلوقتي على الشاشه لتصميماتك، اتكلمي عن التصميمات دي، الموديلات دي في عبايات سبورتس كمان. سبورتس عشان بتبقى بتنفع للطلبه الجامعيين اكتر، وفي الرياضه برضه. وفي الرياضه طبعا تبقى حلوه قوي، وينفع ان انت تروحي بيها النادي، سيمبل قوي، تنفع ما بين فتره الصبح للعصر. لا، عمليه جدا جدا وعمليه. انا كل ده مفكره لو عبايه خليجي، اللي هي العبايه السوداء اللي احنا متعودين عليها دايما. لا دلوقتي خلاص دخلت فيها كذا الوان بقى، ودخلت كتير فيها والوان كتير غير الاسود خالص. والعبايه السبورتي دي عجباني قوي بصراحه. لا وفكره جديده، عجبني فكره. مظبوط. طيب ما كملناش موضوع، انت ما نزلتيش ليه العبايات الخليجي مصر؟ ما نزلتهاش ليه مصر؟ عشان الجوده. يعني انا فكرت ان انا انقل فريق العمل بتاعي ككل هنا مصر وافتح الورشه هنا بقى، بس الفكره ان صعب قوي ان انزل معايا فريق عمل كامل ويبقوا على مسؤوليه هدير حسين. يعني ودول جنسيات متعدده، فاهماني؟ بس انا كشغل، انا بنزل شغلي اونلاين مصر فقط، كتوكيلات وكموزعين. لسه ان شاء الله الفتره اللي جايه هسلم. انت عامله جروب على الفيسبوك ولا بيتش؟ عامله قناه على التليجرام، عبايات جوليانا ابو ظبي، ده فقط عشان لكل التجار اللي بره مصر اللي بيتعاملوا معايا واللي داخل مصر. ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في بيتش على الفيسبوك ان شاء الله. معانا دلوقتي مداخله من مدام هاله. صباح الخير مدام هاله. صباح الخير، ازيك؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك، نورتينا يا مدام هاله. معاكي يا حبيبتي. تسلمي لي. طبعا معاكي المصممه هدير. هدير طبعا مش محتاجه ان انا اتكلم عليها، دي فنانه اصلا، مع اني سنها صغير بس دماغها بسم الله ما شاء الله عليها. ف
فان شاء الله يكون فتحة خير كده عليها ان شاء الله ويرزقها باذن الله. هو انت منين يا مدام هاله؟ نعم. منين؟ انا منين بلد ولا منين ايه؟ مقيمه فين دلوقتي؟ انا حضرتك من اسوان. حضرتك مقيمه في اسوان؟ لا مش مقيمه في اسوان، يعني انا اقصد يعني لو حضرتك مقيمه في ابو ظبي فهل حضرتك اشتريتي منتجات؟ هي مقيمه في انا بصي كنت في عبايه كنت منقياها بس بصراحه عايزه اقول لك كسرت الدنيا. انا عايزه اخد رايك بقى في الموديلات، احنا عايزين نعرف. لا الموديلات طبعا يعني ما تسالنيش انا لان انا ممكن يكون اجابتي مجروحه. هزير ما شاء الله عليها دماغها عاليه جدا يعني. وقولي لي على خامه يعني جوده الخامه والتصميم. حرير الندى هي طبعا يعني صراحه يعني ما بتقعدش والله، اي موديل ليها ما بيقعد ما شاء الله. تمام. مدام هاله شركت ان شاء الله في البراند الجديد هميس ستوري اللي هيقام في مصر اللي هو المصري اللي هو الحمد لله الفتره اللي جايه انا شغاله عليه، شغاله على الكوليكشن ان شاء الله في العينات يعني الفتره اللي جايه دي. فان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير علينا انا وانت يا هدير. اللهم امين باذن الله ان شاء الله نكسر الدنيا ان شاء الله يا مدام هاله. مدام هاله بتقولي ايه لمصممتنا الجميله هدير؟ اقول لها ربنا يكرمك ان شاء الله وافرح بيكي ان شاء الله يا رب. فيها ولا بيها؟ تسلميني. شكرا ليكي مدام هاله وشكرا على مداخلتك وميرسي قوي ليكي. ميرسي ليكي. إيه مدام هاله يعني شكرت لنا في منتجاتك وانا شفت الصور بصراحه جميله جدا وخير خير مرسال عن منتجاتك. احلامك ايه خارج تصميم الازياء؟ احلامي اقول لك احلامي دي بقى الفتره اللي جايه ان انا اقدم برامج تتكلم عن الفاشون ديزاينر خصوصا في مجال العبايات. يعني الفتره اللي جايه حابه ان انا اعمل برنامج خاص بيا في الاعلام ان شاء الله يتكلم عن الموضه. تمام. من المراه يعني خصوصا في مجال العبايات لان العبايات دلوقتي لان بالظبط كده الناس واخده فكره عن العبايات خلاص بقى العبايه دي ايه شكل معين. لا اللي يعني العبايات دي دلوقتي اولا دي احتشام بالزبط. تاني حاجه اناقه يعني مش كل العبايات برضو اللي هي تتلبس ينفع ان هي تتلبس حسب الماتيريال حسب الديزاين الماتيريال والديزاينر والشغل اللي في العبايه يعني. فادي الفكره. لا العبايه دلوقتي مناسبه تحضري بيها اجتماعات، مناسبه تسافري بيها، مناسبه يعني مش عايزه اقول لك حاجه في مجال كتير. العبايه دلوقتي بقت مطلوبه بقت تناسب الست المصريه يعني الست المصريه في جميع اوقاتها او الست اللي هي برضو الست عموما المراه عامه في جميع الدول. يعني دلوقتي احنا ليه اكتر شعب ما تلاقيش عندنا نسبه ان في ناس كتير ما بتلبسش عبايات، اكتر حاجه دايما طقم كاجوال حاجات اسلامي، تلاقي نادرا جدا ان حد مهتم بالعبايه. لا المصريين هنا ماخدين فكره ان العبايه مش يعني اللي هو ايه حاجه مش اوفر اللي هو لا ما ينفعش ان احنا نلبسها ونستخبى. لا احنا ماشيين بمبدا لكل مقام مقال. انا رايحه النادي هلبس التريننج، رايحه الاجتماع بالزبط. هلبس البدله، خارجه مع اصحابي هلبس كاجوال، العبايه بالزبط. ممكن انزل اروح بيها اصلي، انزل مثلا رايحه مشوار سريع اضرب العبايه وانزل بالزبط. لكن انت دلوقتي بتدخلي فكر جديد للعبايه، العبايه اقدر اخش بيها اي مكان. ودلوقتي كمان في يعني ماسكه خط انتاج الفتره اللي جايه دي على العبايات السبورت، لان العبايات السبورت دي انت لما بتلبسيها اصلا بتحسي ان انت زي اللي لابسه حاجه كاجوال اسلامي طالعه بيها، يعني مش هتحسي ان انت لابسه عبايه اصلا، انت بتدخل فيها كذا لون. في عبايات سبورت انا ببقى منزلاها بتبقى مثلا ساده، بتبقى فيها مثلا الوان خفيفه، بدخل فيها لون ابيض، ادخل مثلا فيها يعني اوقات بدخل الوان غامقه اكتر كمان. معروف على العبايه لازم عبايه تبقى سوده. بالظبط كده. بالنسبه للعبايات السمراء اللي هي لكن انت دلوقتي غيرتي مفهوم العبايات. لا العبايه يا جماعه تنفع انها تبقى اي لون بالظبط كده تلبسيها في اي مكان عشان كمان بالنسبه لبلدي عشان تنزل في مصر عشان المصريين شويه من ناحيه العبايه اللي هو لا العبايه دي بتبقى حاجه لا اوفر لو ما ينفعش نحضر بيها اي مناسبه، لا لازم نبقى لابسين كاجوال ولازم مش عارفه ايه. لا 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 دي انا غيرت لهم الفكره بقى تماما. اخر سؤال، مين ساعدك عشان تحققي طموحك؟ طبعا الفضل يرجع لربنا سبحانه طبعاً. وتعالى هو انا ساعدت نفسي بنفسي، بدات من تحت الصفر، كان شغلي في البدايه اونلاين ووالدي بعدين يعني والله الحمد يعني والدي كان معايا وكان مساندني وستيب باي ستيب كنا مع بعض كل خطوه ما كنتش اخطيها غير بيه وبموافقته ومعاه يعني ربنا يخليهم لك يا رب ويخلي لك مامتك ووالدك كلها حبيبتي ان شاء الله.
وعايزاكي تقولي لي نصيحه للشباب اللي عايزين عندهم طموح بس خايفين يحققوا او عندهم رهبه. قولي لي نصيحه. لا، هو كل اللي عنده طموح مفروض يبقى ماسك ومثبت فيه، اللي هو الحلم لازم يتحقق ايا كان. كل اللي بيقع ويقوم ده اللي هو ده، يعني دايما البني ادم اللي بيبقى عنده طموح متوتر ومتوتر وخايف وبتاع، لا انت بتتوتر ليه؟ ما هو دايما انا لما كنت بادئه في الاول، كنت بادئه في الاول وكنت دايما خايفه ومتردده. كانوا دايما اللي حواليا مصممين كبار حواليا يقولوا لي ايه، بدايه الخوف والتوتر ده بدايه النجاح. فكل اللي بيبقى خايف في الاول ان يحقق طموح او يحقق حلم، لا ما تخافش، كمل. انت بدايه نجاحك ان انت تكمل وتمسك في حلمك وتمشي وراه، واكيد ربنا هيكرمك يعني. فاي حد من جد وجد، يعني دي حاجه معروفه. والضربه اللي بتقوي اللي ما بتموتش بتقوي. بتقوي مظبوط. اضم صوتي لصوت هدير، وفي نهايه الحلقه دايما بقول لكل مشاهدينا بي اور نوت تو بي، اكون او لا اكون. طول ما انت عندك حلم، انا بحب اقول هدف اكتر من حلم، هدفك هو سر نجاحك. دايما خد الخطوة عشان تمشي الألف ميل. كنت معاكم رحاب زدان النهاردة برنامج نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد أقوال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. لو عايزين تشاركونا وتكون ضيفي في الحلقة، تواصلوا معنا. برنامج نعم أستطيع بيساعد كل المواهب، كل المشاريع، كل المبادرات، كل الافكار. لو حابب تطلع ضيفي معايا في الحلقه، تواصل معانا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه. ظهر اللي ظهر على الشاشه. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.